للتفاصيل الصغيرة اللي ممكن تعملي فراخ مشوية بطعم تاني وبشكل تاني. فراخ عندنا ده أساسي، جبنا فرخة حلوة موصيين عليها من راجل الفرارجي، اتنضفت زي الفل واتأكدنا ان هي نظيفة بعد ما غسلناها كويس وهي سليمة، قطعناها شلنا الجلدة اللي على الوش، أصبحت الفراخ عندنا زي الفل كده. عايز أشويها بالزبدة والليمون، أشويها إزاي؟ في طاسة على النار شديدة الحرارة، هعمل خلطة كده، شوفي اعمليها زي ما انا هعملها دلوقتي. معانا روزماري، روزماري ده لما بنيجي نستخدمه بناخد العشبة بتاعته، العرق ما بنستخدموش، ويفضل استخدام الروزماري الأخضر بالشكل، وده موجود دلوقتي عند الفكهاني عند بتاع الخضار، زرعتيه في البيت في البلكونة مفيش مشكلة. الروزماري من الحاجات اللي بتدي فليفر للأكل حلو، زيه زي الزعتر زي الأوريجانو زي الريحان. اهو معانا زعتر فريش كمان، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ اهو بفرح انا لما بشوف الحاجات دي على فكره. اهو باخد ده كده مع توم مع فلفل واعمل خلطه كده جريئه حلوه اهي زي الفل. قرن فلفل من ده كده بحطه هنا، ونفس الموضوع من الاخضر ده كده. عشان كده بقول لحضرتك اشتريت الفراخ من اي محل بتاع فراخ نضمن الموضوع، بتشتريها من السوبر ماركت تاخديها على البيت تغسليها وهي سليمه، بعد ما بتغسليها وعايزه طبعا انت عندك شويه شك في موضوع النظافه تغسليها بملح خشن ودقيق، وتجيبي ليمونه تقطعها نصين وتعصرها بايدك وتحطها في بطن الفرخه وتغسليها. والمقادير بتاعت فراخنا النهارده فراخ مشويه بالزبده والليمون. والسؤال اللي اختي سالته النهارده سؤال مشاهدين كتير بيسالوه على فكره، يعني أنا شخصياً بحب الاستفسار عنه دايماً، إزاي أتخلص من زفارة الفراخ؟ هنمسك الخلطة اللي أنا عملتها دي كده، أهو. زي الفل. عندي هنا الخلطة اللطيفة دي بخليها، دي فيها كل حاجة حلوة. فيها الروزماري، فيها الزعتر. فيها التوابل الحلوة، عندي طاسة شديدة الحرارة على النار، الفراخ بعد ما نضفتها مع حضراتكم جبتها اهيت، همسكها كده اهي. فرخة تكفي 4 أفراد، تكفي 5، الحاجة لما ربنا بيبارك فيها بتكفي كتير، اه، زي الفل. وأجيب سكينة كده صغيرة، اهي، ونمسك الفراخ نقطعها كده بالشكل ده كده. اهو الفتحه دي كده اهو، ونفس الموضوع الصدر الشكل ده كده اهو، ونجينا بالطول واحده نفس الموضوع اهو، سكينتك تكون حاميه في ايدك ونفس الموضوع. التقطيع دي بتاعتك انت بقى، انا بحب الفراخ دايما لما اجي اشويها بفتح الفتحه دي فيها كده عشان في دم فراخ الانسجه بتاعتها تشرب من التتبيله اللي هعملها. الفراخ كده معايا بالشكل ده كده بتبلها، مش هتاخد وقت كتير على فكره. الفراخ دي لما اجي اعملها دلوقتي مش هتاخد وقت كتير، اه. بحطها في الكاسروله دي كده. شفت الفتحه بتاعت الفراخ بعد ما تستوي هتديكي شكل حلو. اخد الخلطه اللي انا عملتها دي كده احطها اهوت زي الفل. طبعا دي لسه هتحط لها زبده مش دلوقتي. وامسك الفراخ دي كده عند الجريلا بتاعتي او الطاسه اللي انا هشتغل بيها على عين البوتاجاز زي الفل. شفت فراخ بطريقه جديده، اه، كلنا بنشوي الفراخ بطرق مختلفه، جربي الطريقه اللي انا بشوي بيها دي كده. طبعا التجارب بقول لك اسال مجرب، ده مهم جدا. ان الفراخ ممكن ما تغسلهاش بخل، ولكن تستخدمي تتبيله الخل في التتبيله مفيش مشكله اهو. هي الاساس كله في موضوع الزفاره، عشان برضو حضراتكم تبقوا واضحين معانا في الصوره، مهم جدا ان نشوف المصدر بتاع شراء الفراخ. الفراخ على طول خدتش وقت كتير في السوا، بحط السائل بتاعي ده كده بنزل بيه كده اهو، مش هتاخد وقت كبير في السوا. باخد شويه شقشاء ميه، شقشاء اهو شويه صغيرين دول كده اهو زي الفل، بنزل بهم في نفس الطاسه واسيب الفراخ بتاعتي تستوي. اه
زي الفل. الفراخ خلصت كده، نخش على اللي بعده، على الشوربه. الطريقه دي سهله، اقفل الحله شفيه قول لي قول لي ولا تخبيش يا زي. فراخ استوت اهو، استوى يا فراخ. طبعا دي بتسيبها في الطاسه كده لغايه لما تشرب البهريز بتاعها وتاخد ايه الصدمه وعمليه التحضير. طريقه جديده، انا عارف ان انتوا شطار، لو هتشوي الفراخ هتشوي احسن مني، بس جربي دايما. الفراخ ثابته عندنا ولكن التتبيله والخلطه مختلفه، بتختلف من ست بيت لست بيت. تفاصيل صغيره بنعملها في الفاصل ولكن لازم نعلن عنها. المصداقيه دورنا، وطبعا لازم نتكلم عن كل حاجه بنعملها مع بعض. الفراخ عندي بتستوي، نبص عليها كده، ايه الدنيا، ايه الحلاوه دي، اهو عينيا، نطلع الصدر والورك، الله عليه، اهو عينيا اهو. قطعت الفلفل ده في قلبها كده، مخرجنا قال انا بحب الالوان جنب المشويات، اهو ده اختياري برضو، خلي بالك. شايف الفراخ اتهرت ازاي؟ اهو زي الفل، بسيبها على النار تكمل سواها واغطيها. احتاجت صلصه ولا اي حاجه، بتحط شقشاء من البوكي جرنيه اللي عندك او من الخلطه بتاعتنا اللي موجوده في الكبه، احنا حطيناها في الفصل. تعالوا نغرف مع بعض الفراخ بتاعتنا. فراخ مشويه بالزبده والليمون، حلوه قوي. فراخ انا خدت زي ما هي كده. عايز انا بقى اضيف حاجه بتاعت الشيف اللي انتوا عارفينها دايما، عندي اضافات كده. الكزبره الخضر دي انا بحبها قوي وهي فريش كده طازه. بعمل تركية حلوه كده هتعجب حضراتكم ان شاء الله. كزبره خضراء، ودي الموسم بتاع الكزبره والخضروات الحلوه، سبانخ، كزبره، بقدونس. موسم الشتاء فيه تزدهر الخضروات. ناخد الكزبره زي ما هي كده، دي مش في المكرر يا استاذه رحاب، دي حاجه كده اضافه من عندي، تجويده. بتعود دايما يعني ايه اطلع بره النص كده واضيف حاجه حلوه. كزبره خضراء اهي. حلو قوي. خلي الكزبره زي ما هي كده، والفراخ اللي عندي اللي استوت اللطيفه دي كده، اللهم صل على النبي. واخد الفراخ دي يا عم الشيف، وفي الطبق بتاعي ده كده اهو، اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف، ايه الجمال ده، ايه الجمال ده، اهو فرخه. زي الفل، والفلفل بتاعنا اهو اللي مخرجنا بيحب الالوان، وفي نفس الطاسه ونفس الحله هرجعها للنار دلوقتي. هي دي التركايه بقى، مع زبده وكزبره. طبعا عرفت اعمل ايه، شطار اشطر مني انا عارف. نرجع الطاسه دي على النار زي ما هي كده، معانا كزبره خضراء اللي انا مقطعها، بنزل بقى هنا مكان تحمير الفراخ. دي الاضافه بقى، دي شطاره المطبخ، دي اللي بيسموها الايه، الفراسه بتاعه المطبخ. مكان تحمير الفراخ، حطيت كزبره خضراء يا عم الشيف، حلو. عندنا زبده يا عم الشيف، اللهم صل على النبي. زبده مع الكزبره يا ويلي. شفت بقى التركه دي، ونقلب الخليط ده هنا اهي اهي هنا، تمام اهو تمام عيني اهو، ونقلب كده. انت احلم بس. شفت انا بعمل ايه بقى، البهريز بتاع التشويق سوى الفراخ مع زبده كزبره خضراء. شفت الخلطه دي بقى، روحي بقى كلي فراخ في اي مكان مش هتلاقيه بالطعم ده خالص. محدش هيجود معاك التجويد ده كده، في اوردر وفي الاكارت وفي لا لا، الموضوع ده مختلف. كزبره خضراء وزبده. ننزل بقى يا عم الشيف بشويه عصير الليمون، ده الصوص بقى اللي هيخلي الفراخ دي ايه تتدلع. ده عصير الليمون. خدي بقى الحته اللي جايه، الحته اللي جايه مني اهو اهو، دول شويه جبنه ايه شيدر، قليل من الجبنه الشيدر اهو. بس خلاص ونقلب كل ده مع بعض. ده على فين يا شيف، هنتفرج دلوقتي. دي بره النص اهو، زبده، كزبره خضراء فريش، عصير ليمون، قليل من الجبنه الشيدر مش كتير. شفت القوام ده؟
يلا بقى الصورة الحلوة دي كده عشان تخش التاريخ. يلا مع بعض شوية كده من البهريز اللي عندي ده كده، الحلة اللطيفة اهو. بس خلاص ناخد الخليط ده كده. على فين يا عم الشيف؟ يلا مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري اهو، وحقوق الطبع لدينا وبس. فراخ مشوية بالزبدة والليمون اهو. طلعت معايا ازاي مش عارف. كزبرة خضراء، عصير ليمون، زبدة، مكان تحمير الفراخ في قلب الطاسة. اوعى تغيريها ازعل منك، انا عايز البهريز اللي في قلب الطاسة، بيلعب دور مهم جدا في التست والطعم. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. اعمل ايه؟ والله انا ما عرفتش حاجه خالص. يعني حد دلوقتي على السوشيال ميديا مش عارف مين هو بيعمل الفراخ بنفس الطريقه. اعتقد بالطريقه اللي انا اشتغلت بيها اي زفره في الفراخ مش هلاقيها. ليه لعبت بالكزبره الخضراء والزبده والليمون يا عم الشيف؟ رقم واحد بيدي فليفر مميز، رقم اتنين مفيش مكان للزفاره بينا خالص. شفتوا الطريقه اللي انا اشتغلت بيها؟ انت اعملها بنفس الطريقه. الحلقه هتخلص، الحلقه قبل ما اطلع من التلفزيون من هنا للامانه، قبل ما اطلع من باب مزبيرو بلاقيها على السوشيال ميديا. دي الشطاره هنا، شوفيها على القناه بتاعتنا طبعا صفحه اكله امي، والقناه الرسميه للقناه الاولى على السوشيال ميديا، هتشوفي كل التعليقات وكل الحاجات اللي انا بعملها.